صوت على مرشحات ومرشحي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوضع علامة على رمز الوردة. جداتنا دافعوا باش تستقل البلاد وقلبت الحركة الوطنية من هذه المدينة، لذلك كان لابد أن هذه المدينة نعطيها الأهمية اللي خاصها. ماشي مع الأسف كل حاجة خايبة تنسبوا هذه المدينة، حبس ياسنا والمطار اللي عندنا فتا تنقولوا مطار الرباط. واللي حاولنا من خلالها أننا نتلقى ونتواصلوا مع المواطنات والمواطنين، حاولنا أننا نجاوبوا على تساؤلات ديالهم، أنا نسمعوا لهم، أنا نقدموا لهم واحد البرنامج انتخابي للأغلبية ديال الأحزاب اللي شناهم، يعني كانوا غير بالوجوه، ولكن حنا كاتحاد اشتراكي القوات الشعبية جينا بواحد البرنامج اللي هو واقع، اللي كاين فيه واحد الإجراءات اللي تقدر أنها تعطي قيمة للمواطن المغربي، خصوصا ديال هاد الحي ولا مقاطعة قطان. تسلينا على يوم الأربعاء إلا ساعات قليلة. يوم الأربعاء عندنا اختيار، يوم الأربعاء هو يوم اختيار، المواطن يجب أن يختار ويختار عن قناعة. ممثلين ديال الوردة شباب ساكنين، الناس معاكم في الحومة، ساكنين في الحومة عايشين معاكم، ما جايينش من جهات اخرين وكيقول لكم صوتوا عليا. اخوان ساكنين معاكم حداكم في الحومه، يعني اختاش ما بغيتيهم غتبقى موجوده، وتحيه لكم وكنشكركم. بغيتكم فيها الجواب على سؤال واحد ووحيد، واش الاوضاع ديال الحي ديالنا وديال الدائره ديالنا كتعجبنا ولا ما كتعجبناش؟ الا كتعجبنا نزكيو الواقع. للاسف جميعا متفقين على ان الاوضاع لا تعجبنا، وبالتالي التغيير مطلوب. التغيير ما غيكون الا بالتصويت على بديل اللي هو لائحه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه بمرشحاتها ومرشحيها. وشكرا. تجربة ديال 76-82 دار منطقة صناعية حقيقية في حي الرحمة، وخدمات الالاف الاسر ونقدات الاف الشباب، ولكن علاش ما حافظتوش عليها اللي جاوا من بعد الاتحاد الاشتراكي؟ صوتوا على مرشحات ومرشحي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوضع علامة على رمز الوردة.